اتخلص من نوبة الزهر في أقل من 5 دقايق. حاسس بضيق نفس، ألم في جدار المعدة، تصارع في ضربات القلب، أو تشكيلة مخاوف طلعت فجأة؟ ما تخافش، بسيطة، دي نوبة زهر أو ما يطلق عليها بالبانيك أتاك. أسبابها كتير وكلها تندرج تحت فكرة التوتر الزايد. تعال نديك حباية الشفاء في أقل من 5 دقايق. أول حاجة، ركز على تنظيم عملية النفس عندك، ده أهم حاجة وهيساعدك كتير إنك تهدى. ركز في أحد حواسك وأقواهم هي حاسة الشم، لأنها مرتبطة ارتباط مباشر بالمخ. ركز في شم أي ريحة بتحبها وبتساعدك على إنك تهدى، وليكن ريحة ليمون، لافندر أو أي حاجة من اختيارك الشخصي، بس ده طبعاً ما يلغيش أهمية بقية الحواس. العب لعبة الثلاث خمسات، يعني بص حواليك وسمي في بالك 5 حاجات شايفها، سمعها، أو حتى حرك 5 أجزاء من جسمك وركز فيهم كويس قوي. قد تبدو لعبة سخيفة لكنها فعلا فعالة، جربها ومش هتندم، لأنها ببساطة بتشتت انتباهك عن الحاجة اللي مسببالك القلق. انتوا كمان قولولنا امتى جالكوا بانيك اتاك وازاي اتصرفتوا. مستنية تعليقاتكم، وما تنسوش تجربوا أسرع وصفة في التخلص من التوتر والقلق.